برغم مرور نحو سنة على استعادة السيطرة على الموصل، لا يزال ملايين الأهالي يعانون الأمرين، فالدمار الذي خلفته العمليات العسكرية على المدينة طال كل شيء، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين نتيجة انعدام الخدمات في ظل تقاعس الحكومة عن إعادة تأهيل الدوائر الخدمية. كاميرا برنامج مع الناس نقلت آراء الموصليين ومشاكلهم وتطلعاتهم. السلام عليكم. المسؤولية أهم شيء الإيجارات علوها، حيل علوها والله علوها، وإحنا كلنا عمال بهاي المكان، منطقة سوق النبي، منطقة سوق النبي، أهم شيء الرواتب يطلقونها، حتى العالم قمت تشتغل ما سووا كل خدمات لي حد الآن، هاي من طلع داعش لي حد الآن خدمات ماكو، عالم ماتت جوع. أول الناس أنا عامل أشتغل أشتغل بالجامعة أدفع ربانا، أنا أكو رواتب لا أكو، أطلقوا الرواتب حتى العام تشتغل. أنا أول الناس إيجاري 75,000 وقاعد ببيتي مسكن، حتى المية يخر عليه يخر، على الأقل خلي العام تشتغل. هاي منطقة سوق النبي، هاي شو العربين، العالم شباب كله قاعدة بطالة، ليش؟ على الأقل يسوون حركة للعام، يوزعون الرواتب، العام تشتغل تصير حركة. هذاك الجانب ماكو، كله واقع مهدوم هدم. انا صار لي ثمان سنين بالايمن اشتغل، حمام بالايمن مصطفى تاير افتي الايمن، شغل ماكو. على الاقل خلي العالم تشتغل، يوزعون الرواتب حتى العالم قم تشتغل تروح ترجع، الطرق مسدوده، هالجسور يسوونها هالجسوره المضروبه، تسع عتيق يسوونها. امل احنا صايد من الحكومه، كل شيء من الحكومه. ها هنا وطني ما شاء الله زين، انا الحمد لله، بس هذاك الجانب انهدم هدم والله، انهدم. وبارك الله بكم. والله نطالب بفتح الطرق، نطالب بجانب الايمن، جانب الايمن كل شيء ما يبي فتح الطرق، سددت بنوبه، لا خدمات لا مساعدات، ولا الشوارع تعبانه ولا مساعدات بيها، كل الطرق مسدوده، ونطالب بفتح الجسور، جسر الرابع نطالب به، ونطالب بجسر الحرية، نطالب بجسر الخامس وجسر العتيق، فنطالب كل الخدمات. وعندك أهل العرباين النبي يونس خطيه متضررين، حرم متضررين، نطالب بيهم كل النهار بالشفر، يعني العرباين ما لا تمجع يخلونا على الرصيف كلهم كسرينها، ولا شغل ولا عمل. نطالب بالرواتب، لا رواتب لا وظيفة، وعلى المسؤولين نطالب بيهم، لا بلدية للانقاذ ماكو. الوساخة صايرة عندنا بالايمن فول، يعني صايرة عندنا بالافروع صايرة. فنطالب بالماء ونطالب بالوطني، ماكو كل شيء، خدمات بالايمن بنوبة، طسات. فنطالب فتح الطرق بالايمن، ونطالب على الجسور، يعني تأخير لو التاكسي بشكل للمواطن للموظف، ما حد يعيننا بشكل، غير المنتسبين قاعد يعبرون، يعني أسع ما عبرنا أسع فوق الساعة. فنطالب على كل الجهات، نطالب من الرواتب، نطالب من ناحية الطرق، ونطالب من ناحية الجسر الخامس العتيق الرابع، ونطالب من ناحية الخدمات الرواتب. الأيمن مهجوم بيت بيته، عندك منطقة الهرمات، عندك الصراعي شايلين المحولات أصلا وطني ما عندهم بنوبة، منطقة الهرمات، منطقة مشيرفة، الحاوي، تموز بنوبة ما يجيها، سووا قسم بالبلقان هناك بتموز، ما نهائيا بالفروع ما طبوا البلدية نظفون الوساخة. شباب قاعدين ايجار، ابوي متوفي، لا راتب لا هذه، كل شيء ماكو، وعاد ابيع شوره كان شنو الطالب، شنو ذنبي يا اخويا؟ ما يصير هيك، شوفوا معاناتنا، شوفونا دعقوا علينا، ما يصير هيك يا اخويا. اي اخويا عاد شورك والله عم بيعوا شغل ماكو، وقاعدين عطالين بطالين يا اخويا.
والايجارات كلها بالايجارات ودين والله العظيم، لا شغل لا عمل ابد، والحمد لله شكر. احنا قالوا الانتخابات وحكوا الانتخابات ونص الشوارع كلها مكسره وفاين حظ العالم. هاي الشوارع اللي هم يوميا يحشون بالانتخابات خلي يسوون هاي الشوارع اللي ضربتها الطياره اللي سببوها اثناء داعش. عايفين الأمة العربية ملتهية بالانتخابات، يا انتخابات يا دنيا، خلي يسوون هاي الشوارع، خلي يسوون هاي البنايات الوقعات، خلي يسوون بيوت الناس اللي ماتت من الجوع، اللي لحد الآن الناس جوا الإنقاذ، وين راحت هذه عجل؟ بس يجيبون ويحطون بجيوبهم هاي الرواتب المتراكمة مع العالم لحد الآن ما انطوها، ليش؟ وينهم عجل؟ قال الحكومة حش الحكومة هو كلها لف ويحطون بجيوبهم، المسؤولين يجي يضربها ويطلع، والعالم فاين حظها. خلي رعون هاي الناس. اول شيء الشوارع سولفوا لك عليها قبل ما انا وقفت هنا. ثاني شيء الطلاب الجسور قاعد يجون من الايمن، انا من الايمن. من الايمن على اليسار ما يصل للعشرة لل 11 ما يصل دوامه بالجامعه هنا. يعني الجسور ضيقه. ماكو بس هو جسرين، الخامس الى البارحه يلا فتحوا راحه وجايه. للساعه 12 ينسد. لا للساعه 12، اليوم للساعه 12. وثالث شغلة هذول المفصولين القديمين انفصلوا بوقت داعش، يعني أتمنى إنه يرجعونهم على دوامهم، الجيش الشرطة هاي بالآلافات ينتظرون الموازنة، انقرت الموازنة وكل شيء ماكو. والسلام عليكم. خويا بالنسبة للخدمات ماكو أي خدمات، شو المواطن العراقي يفطر هنا بالموصل؟ بطال عطال كل شيء ما عنده، يعني هسه انا اكثر العالم هاي جاي على السوق تتسوق ما عنده فلوس، بس تفطر هيك خطيه بلاش، ماكو اي خدمات، هاي مستشفيات، هنا مرضى احنا بالنسبه لنا مرضى ثلاسيميا. عندنا مستشفى زراعه النخاع العظم، يعني هاي الدوله ما تقدر توفر لنا هذا المستشفى تبناه وتجيب كادر، والعراقيين مشهورين بالطب. بأي طب؟ بالنسبة لنا احنا مرضى الثلاسيميا بالآلافات يا أخي، هذا سعني خلونا هذا دم وما دم وماكو علاجات، ماكو بالنسبة للعلاجات قليلة، حيل قليلة يا أخي. وبالنسبة للموظفين ما أكثر رواتب ما استلمت، وهي الرعاية الاجتماعية قطعوها هسه، قطعوها حاليا ما سلموا 90,000. 90,000 شنو؟ شو تكفي 90,000؟ ها 90,000 شو تكفي؟ ها الموظف يداوم من الصبح، ها اقل شيء يروح ويجي براتب وفر عيلته شغل. يا اخي والله بزعنا، ملينا طقينا. هاي 3 سنين العالم قعدت على الرنقات يا اخي يازي، وين خلوا يشوفونا حال، يشوفونا فر الشغل، يوفرون البطاله. هاي الشباب ضحك عليها، شوفوا وراي هاي كلها بطاله، كل شيء ما عندها يا اخي. اللي يبيع علاقه، اللي يبيع كلينس، اللي يبيع ميه، اللي يبيع لفه، اللي يبيع خياره، يبيع طماطه، والله العظيم يا اخي ملينا يا سوولنا فرد حال، فردنا فرد عيشه. ها شعب المواطن عطر. وين بالنسبه للجسور؟ بالنسبه للجسور مكسره يا اخي. الشركات هاي تشتغل، وين الشركات؟ ها الشركات وين الكويت هاي قعدت لنا بالبناء؟ وينها؟ وانا تقعدت لنا بالبناء وبالك وتغيير، كل شيء ماكو. شوف دحك خراب وخراب وركام يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا شرطه مفصولين، ارجو من دوله رئيس الوزراء يعودنا باسرع وقت، لان انتهينا هي، يعني صار له 15 سنه، صار له 20 سنه، يعني من الناس صار 12 سنه انا شرطي، شنو ذنبي انا يفصلوني؟ شو ذنب السقوط؟ انتوا سقطتوا ايش عين؟ احنا شرطه، المسؤول مالنا راح، احنا مشينا وراه، شنو ذنب احنا؟ يعني انا صار 12 سنه، اكو جماعه صار لهم 30 سنه، اكو جماعه صار لهم 15 سنه، شنو ذنبنا احنا؟ فما اريد كل شيء بس يرجعونا على الشرطه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي احنا من السجناء، احنا من قرية الريحانية، عندنا سجناء 3، وراحوا وقت داعش حملون حمل
عرف لوريات حمل وحمل طلعوا عن النخيب وانقضبوا اليوم صاروا 3 سنين ما نعرف كل شيء عنهم ما خلينا حتى بسجنات كلها حتى بسجن حوت البناصرية ما جاي يذكرون اساميتهم عمر وخالد ومروان ومحمد هايس 4 يعني والله العظيم والطفل وياهم هم 5 ولا الطفل صغير وياهم اليوم صار 3 سنين ما اعرف كل شيء عنهم وحازم ابن عمي وكثير المساجين ليش شيء والله ما اعرف كل شيء سيارات فين انحضم نطالب حكومة المركز بعين العطف على الأيمن الأيمن منكوب لا خدمات نطالب بإرجاع الدوائر الخدمية النفوس الجنسية الدوائر الخدمية المحكمة هناك يعني الجنسية خلي يرجعوها يعني هسه جايبين هنا بالفيصلية مذبحة كل 20 يوم يلا يجي دور حي خلي يرجعوها دائرة كاملة خلي ترجع العالم ترجع هناك يصير خط رجل شوية هناك للأيمن ثاني شيء مشكلته جسور الجسور هاي ما لها حل ما تعالج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماكو يعني حالة تعبانة بنوبة الطرق مقصقصة يعني أنا المثلي أسعي يدرسون مدرسة شيء أبيع علاقات يعني شنو ذنبي يعني أتوسل على هذا وعلى هذا تعطيني ربع دينار أسار أحمل لهم ماي مقادي تعطوني ربع دينار ما يصير هيك يعني بنوبة حالة تعبانة مساعدات ماكوش الشرع الطوارق مكسرة يعني حالة تعبانة بنوبة ما يصير خلي يشوفون العالم يعني يطلعون يحجون ما يصير هيك هسه هناك أبويا واقف هناك بالجزائر بشتال وكروة على 2000 و3000 ما يصير هيك يعني خلي يطلعون يشوفون بنوبة حالة تعبانة يعني يجون ينطون مساعدات نصي ينطونها نصي يبوقونها ما يصير هيك يعني حالة تعبانة بنوبة رواتب يجون يلطونها ما يصير هيك يعني هذا بنوبة دمار ما يصير هيك ما يصير هيك أخويا ما يصير يا ابو احنا مفصولين صار لنا من 2007 لحد الان ما رجعونا احنا ندوم بعد بالنفط هذا شنو السبب مالنا ليش ما يرجعونا غير ناس تعال تسجل بفلوس يعني احنا ليش ما يرجعونا يعني امنا الا فلوس واحد ينطي احنا امنا ما عندنا فلوس كل شيء ما عندنا فلوس بفلوس يرجعون الا بفلوس يرجعون الواحد من 2007 لحد ما رجعونا معامله شبه شربان من الوطني ابني ذبحوه اراجع يقول لي بعد سبعة شهور معاملة ما من الوطني وابوك مجال ايش هذا يا نحن نريد معاناة المواطنين شغل ماكو رواتب ماكو اريد الاعمار جانب ليمن جانب ليمن منتهي شغل ضعيف حركة تعبانة العالم تعبانة اريد خدمات ماكو يعني ماي ماكو شغل يعني تعبان بنوبة أريد كهرب زين الوطن زين أريد معاناة العالم أريد شغل بطالة شكرا أناشد دولة رئيس الوزراء بخصوص العقود المفصولة من الشرطة والدفاع والداخلية أناشدوا أنه يرجعهم بأسرع وقت وذول عانوا من ظلم داعش وعنوانة داعش واللي عنده خدمة 15 سنة و10 سنين ونصها ناس راحت كلها انقتلت شهداء ونصها معوقين وناشد رئيس الوزراء أنه يكون يرجعهم بأسرع وقت وحاكم الزاملي ولجنة الأمن والدفاع وناشد قائد عمليات نجمة جبوري خصوص هذا الموضوع يا أخي معاناتنا احنا أهل الموصل معاناتنا معاناة نبدأ من الجانب الأيمن الجانب الأيمن مهدم 100% يعني منكوب وما حتى يراعي الوضع ماله لا محافظ لا بلدية لا هاي خلف الله على المنظمات تجي وتسوي وتنظف 2 مليون عدد سكان الموصل 1 مليون مهجر داخل المدينة والإيجارات هاي الإيجارات هذول أهل الأملاك خافوا الله شوية أعرفوا الله موجود والله يوم القيامة الله يحاسبكم حساب عصير الإيجارات 400 و500 خافوا الله شوية شوفوا العالم وين وصلت عالم طلعت من بيوتها ما عدا دينار ما تملك وناسها بيوتها
احتجمت وان اولادهم تحت الانقاض. لازم يسوي لكم شاره يا حكومه، تدخلي عاد كافي، انتهيتوا بالانتخابات. اسع جاينا فلان وفستان هذا عضو برلمان، اسع تو جا هاي الاربع سنين، وين كنت؟ وين كنت هاي الاربع سنين وقت التحرير؟ وين كنت؟ اسع جاينا والله راح اسوي لكم شيء كله كذب. اخوان انصحكم نصيحه، لا حد ينتخب الوجوه القديمه، انتخبوا ناس جديده، جربوا وتغيروا، تعلموا مثل هاي العالم. رئيس الوزراء النرويج، رئيس الوزراء النرويج يوم عامل اخذ اجازه مال تنظيف، جت هي صعدت اخذت اليوم سجلت اسمه مكانه، هي نظفت بلدها. انتم شفتوا مسؤول، شفتوا موظف صغير نظف بلده؟ يا اخوان احنا لازم نتعلم من الاخرين، احنا كان لازم نعلمهم بس هم قاموا يعلمونا. رئيس وزراء يجي بالباسكل يفطر يروح على الدائره مالته، واحنا هنا اخونا الحمايه مالته من اولها لاخيرها. ما تعرف شلون، لا لا شرطه مرور يقدر يحكي، لا حد يقدر يسوي كل شيء. اخي نظام ماكو بالموصل، نظام ماكو، والسلام عليكم. السلام عليكم، احنا طلاب الجانب الايسر صار لنا اكثر من 3 اشهر نطلع ندور قرار تحميل، ندور الحق مالنا وما حد يصغي لنا وما حد معبرنا، لا وزير لا محافظ لا مسؤول، وكلهم احنا صعدناهم واحنا حطيناهم على الكراسي كلهم باصواتنا، وكلهم لو ما احنا ما يصيرون شيء والله العظيم. فصار لنا اكثر من 3 اشهر نطالب بحقنا، سادس انظلمنا، صار لنا 3 سنوات داعش والعام وكله ظلم بالتصليح، وكله باوراق حلوه جاي تصلح غير دفاتر، وناس جاي تنظلم تاخذ درجات طلاب اخرى وصير بغير ناس، والله شنو عنده واسطه؟ ليش؟ وحق الطالب وين جاي يروح؟ ما يصير هاي الحاله هذه، احنا هاي انتخابات هاي السنه احنا ما ننتخب اي واحد اذا ما يجينا مضبوط، اذا ما يشتغل لنا شغل مضبوط بعد ما ننتخب احد. فاحنا كطلاب نطالب قرار التحميل طلاب الجانب الايسر الصف السادس والصف الثالث ومؤسسه بجنوب الموصل. الطلاب الايمن اخذوا صح اخذوا دورين وانظلموا، اي احنا هم انظلمنا دور الثاني والثالث، جتنا نفس الدرجات نفس الدرجات 100%، بس مجرد لسخ ونسخ ما صار كل شيء. شنو جاي نلعب احنا؟ اكثريه الطلاب والمحافظات الاخرى عندهم قرار تحميل على سنتين، شنو يسموها هذا؟ احنا صار لنا 3 سنين 14 15 16 هاي 17 العام، شلون ما يحسبها خلي يحسبها، احنا راسمين اكثر من مدري كم سنه من 2004، احنا حالات استثنائيه بينا وحالات فرديه واكو اكثر من حاله، شلون يعني بعدين؟ السلام عليكم، احنا طلاب جانب الايسر طلاب الموصل، تحنا ذاك العام الطلاب اللي جاله غش واللي جاله حجم واللي جاله نفس الدرجه تكررت، وهاي ونطالب باسم اسم طلاب نينوى بقرار التحميل للجانب الايسر، سويتها بباقي المحافظات وفي الجانب الايمن، تمام جانب الايمن انظلم بس الايسر هم انظلم بنفس الوقت، وداعش اخذ ما اخذ من يعني خلينا نقول من الايسر ومن الايمن ومن محافظة السنية بالكامل وتدمرنا، وتعرفون انتم يعني ستة اكثر الطلاب على درس وكم درجة، وهاي عيد السنة والله هذا الشيء حرام وجريمة، ونطالب من المحافظ والناشد كل الوزراء وكل النواب ينظرون لحالتنا، فهي حالة يعني خلينا نقول انسانية ما اكثر. شكرا والسلام عليكم. السلام عليكم، نحن طلاب الثالث والسادس الاعدادي الذي بقينا بالموصل اثناء احتلال داعش المحافظة وما قدرنا نطلع، ذنبنا انه ما طلعنا وبقينا بالموصل لان حتى مدارس يعني ما قدرنا نداوم بين المناهج تغيرت، ويعني الى متى يعني قرار التحميل؟ يعني طالبنا به صار لنا 3 اشهر نطالب قرار التحميل، المحافظات كلها بها قرار التحميل الا الموصل والجانب الايسر، الايمن جاهم تحميل، ونحن بينا طلاب من جنوب الموصل انحجبت درجاتهم، يعني بس امتحنوا دورين واحنا امتحنا 3 ادوار ودرجاتنا جت مطابقه 3 ادوار، يعني كانما دفاتر اصلا ما صلحوها ولا جو يمها ولا 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 قلبوها، يعني الى متى احنا نبقى نطالب بقرار التحميل؟ انت يا وزير التربيه ما شوف حاله الموصل، شوف حالتنا نحن، يعني انظلمنا بالتصليح وانظلمنا بالدرجات وانظلمنا بالمراقبين بكل شيء انظلمنا، يعني الى متى؟ احنا بينا 500 600 طالب، احنا طلعنا 15 طالب بس ممثلين. طبعا اول شيء الموصل منتهيه، دراسة ماكو بوقت الدواعش، دراسة ماكو، وكلهم سووا اضراب على مود الدواعش في سبيل حتى لا ينتمون لهم، وسع شباب اهل الموصل والطلاب تابعون جقاير وكل احد هم ما يشتري، واثنين الدراسة مالتهم تاع يكملون يشتغلون يبيعون جقاير، والاخر يبيع مصيص والاخر يبيع حلاوة في سبيل حتى يكملون الدروس مالهم،
واسع الطلاب مالنا دحق عليه شيله وعلاقه. هو هذا القانون مالنا اللي طالب يبيع على ليج بيا دوله صايره واغنى دوله بالعالم، اغنى دوله بالعالم. هسه العراق يحتاج الى مساعدات. ها شوفوا الطلاب مالنا خطيه، دحقوا عليهم، دحقوا على الطلاب، شوفوهم. يعني الموصل هيك صار بيها، هيك صار بيها الموصل. هذا طلاب نستفاد منهم، باشر يصيرون دكاتره، يصيرون ضباط، يصيرون مهندسين، يصيرون خبراء، كل شيء يصيرون. يعني هاي الموصل هيك وقعت، لا اعمار، لا مدارس، لا كل شيء. انا اقول لك بس الامان موجود، غير الامان كل شيء ماكو. عرفت؟ والشعب من الموصل ميت من الجوع. سلام عليكم. حقيقة نطالب وزير التربية الدكتور محمد إقبال بإعطاء أيضا فرصة لطلاب الأيسر، لأنه شمل الجانب الأيمن بقرار التحميل درسين أو ثلاثة دروس. وأنا أريد أيضا ينظر إلى بعين العطف والرحمة لطلابنا أيضا، هم طلاب الأيسر، ويكونوا مساوين هم مع طلاب الجانب الأيمن، ويشمل بقية، لأنه الظرف اللي مرت به المحافظة ظرف مو طبيعي، إذا على أيمن وإذا على أيسر. فإحنا نريد أنه أيضا ينظر لهم بعينهم أبنائه وأخوانه، أنه ينظر لهم بهذا المنظار الرحمة والعطف من جناب الوزير، بأنه يعطيهم أسوة بجانب الأيمن أيضا يعطيهم قرار تحميل، وأيضا حتى يكون هذول الطلاب هم أبنائنا وأبنائه وأبناء المدينة بالأساس. فإحنا نطالب وأصواتنا مع أصوات أبنائنا الطلاب وإخواننا، وأنا كأحد أولياء أمور الطلبة أيضا نطالب بهذا المطلب، واعتبر هذا مطلب جماهيري، وهذه مثل ما يقول يعني خلينا نقول رعاية أبوية، رعاية من قبل الوزير لأبناء هذه المدينة اللي هي بالأساس مدينة السيد الوزير المحترم. بحق الطلاب المغدورين أنا أبو الطلاب، وأيضا يعني أريد يعني المدير التربية أو وزير التربية ينظروا لهم يعني بحق الاحتراف ويساعدونهم وينطونهم الحق اللي هم يستحقونه. واريد يعني مثل ما قال يعني قرار التحميل الكلهم وكل من حسب مرحلته، واريد يعني لا يقدرون احد ولا احد خطيه يروح حقه وهم تعبانين كم سنه بسنه. ايه وقرار التحميل اريدهم ينظرون به مدير التربيه نينوى، وزير التربية، وكل من له علاقة بالتربية ومسؤول، ونطالب إن شاء الله ما يقدرونهم ولا يعني ينسون حقهم ومستحقين، وكلهم طلاب مجتهدين. وأني أبو الطلاب أطالب بحق الطلاب الجانب الأيسر مثل الجانب الأيمن ومثل بقية محافظات العراق على مستوى واحد. يعني بغض النظر عن جميع المحافظات، يعني مغبونة بناحية العلم، يعني حتى الجانب الأيمن والأيسر يعني مغبونين، جماعة الجانب الأيمن من جامع الجانب الأيسر. فنريد من وزارة التعليم العالي أن تنظر لهذول أولادها وأبنائها الطلبة والعون لهم، ومد العون لهم أسوة بأخوانهم الطلاب الذين عانوا ما عانوا من ظلم ومن أيام داعش. يعني كان داعش يحارب فقط العلم، محاربين العلم، لا يريدون العلم لأبناء الموصل. فنريد العون من وزير التعليم العالي لأبناء كافة، لا نفرق بين هذا وهذا، ولا نفرق بين طالب وآخر ولا محافظة وأخرى. فنريد من وزارة التعليم العالي، نريد منهم مد العون لأبنائهم الطلبة. يكون الله في عون العبد ما طول العبد في عون الله. وشكرا جزيلا لمعالي سيد الوزير التعليم العالي، ونشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحرير مدينة الموصل من رتش داعش سواء أيمن والأيسر والغرب، أصبحت مدينة الموصل
محافظة منكوبة، لأنكم تعرفون داعش اجت للعراق وخاصة للمدينة الموصل بحجة دمار بنى التحتية والاقتصاد والتجارة وعلم والتعليم والباقي الأشياء الأخرى. الآن محافظة نينوى مدمرة حسب المنظمات الدولية والحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى، وأكثر من 12 ألف منزل سكني سواء بالأيمن والأيسر والأقضي والنواحي، أكثر من 300 مسجد والحسينية تم تدميرها داعش، أكثر من 200 معبد وكنيسة تم تفليشها، وأكثر من عشرات المدارس وكليات تم تدميرها من قبل داعش. الآن موصل أصبحت مدينة منكوبة بحاجة إلى دعم دولي ومركزي ومحلي. أنتم تعرفون محافظة نينوى ثاني محافظة في العراق في سكانها ونسبها، نينوى بحاجة إلى الإعمار، نينوى بحاجة إلى جهد. بالنسبة للخدمات، الخدمات صفر. احنا هسه بنص مدينة الموصل سوق النبي. بالنسبة للخدمات، لا مي لا كهرباء. أنا من الأيمن، أنا أحكي على الأيمن، أنا من أهل الأيمن ما من أهل الأيسر. خدمات ماكو، شوارع مكسرة، مي ماكو، كهرب ماكو، يعني حتى خدمة البنزين وهي النفط اللي متواجد، وإحنا أهل النفط هم هوسة علي وزوجي وفردي، وروح شوف الازدحامات على البنزينخانات والطسات. ماكو شوارع، أي صار من قبل ما بدت الميزانية لحد الآن ولا طسة ما سووا. قالوا على الميزانية، انتظرنا شهرين صارت الميزانية وراس السنة والحد الآن طسات ما اشتغلوها. روح شوفوا الأيمن شلون مفلش تعبان فد مرة. احنا نريد نساعدونا، نريد شوية يحترفون لهذا الشعب الفقير، هذا الشعب اللي انسحق. احنا طالعين إيجارات غالية، خدمات ماكو، يعني هم شيء المي والكهرباء. الحد الآن احنا بالأيمن لا مي ولا كهرب، الشوارع مسددة. يعني احنا شو نريد؟ نريد بعد هاي الازمه كلها نريد شويه نرتاح، على القليل الواحد يروح يجي على دوامه، يروح يجي على شغله. شغل نهائيا ماكو، شباب بطاله، كاسحه، لا شغل لا عمل، حتى حق اجار ما عنده. مي اكثر الاحياء تشتري مي بفلوس، اكثرها كهرباء على المولدات، المولده الامبير 10000 دينار، منين يجيب هذا؟ 3 امبيرات و5 امبيرات 50000 بالشهر شي يجيب؟ فوالله احنا نريد التفاتة من الحكومة انه تسوي لنا حل، تلتفت لهذا الشعب الفقير. الايسر تعبان، وعلى اساس الايسر ما صار بيه مثل الايمن. تعالوا شوفوا الايمن، وبلا ما احنا نحكي الصورة هي تحكي. ازدحامات، طرق مسددة. اريد شوية من المسؤولين شوية يحترفونا، والله انسحقنا. يعني وين نشكي؟ وين نروح؟ الشكوى لغير الله مذلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل وشكرا. اول شيء الايجارات، شو ماكو معاش اكو بس راتب ماكو، تمام؟ وقاعد بالبيت يجي كل شهر شهر يجي زيد الايجارات، اخوي ايجارك 200000، ما يعجبك اطلع من عنده. وين بنروح نعيش؟ هذاك الجانب مدمر، وهني شلون ماكو؟ شوارع كلها مكسره. بعد انا جيت من الحي صدمني وانا ساعتها ما وصلتوني. كل شوارع منتهيه الى شنو؟ يخلي صور الشوارع الامه، داعك العرباية الوسا، وماكو شغل، هاي عيش هاي؟ وين نروح؟ لا معاناتنا والله حيل، الوضع تعبان عندنا، الطرق الجسور هذه مدمرة يعني، وحالتنا يعني حيل تأسة يعني. كاف يعني إلى متى نظل هيك؟ يعني شلون دحج هاي الأطفال شلون شايلة على ليقة بالشارع تفتر؟ يعني إيش كاف يعني ظلم وهيك؟ والله دحق مثل هاي الساعة، أطفال شنو ذنب؟ هاي مال بالمدرسة يعني، مال تفتر شايلة على ليقة، وهاي الأيمن يعني مدمر دمار الأيمن والله. هسه عندنا بالمحلات الوسخ ظل لها العلات، ولا بلديه لا شيء ولا يعترفون حتى بهاي. يجي على المسؤول ينظف بس قدام البلديه مالته هاي، والشوارع عايفينها كامل يعني. هسه عندنا هناك بالايمن الوسخ ظل، حتى صار مرض من وراها الوسخ هذا، مدمرين دمار والله العظيم. عيني اني من محافظة نينوى ومن سومر بالذات. أهالي المنطقة طبعا كلها تشتكي من أجلكم الله المزابل، الشغلات الأوساخ ما أوساخ، الناس بطالة، موظفين أغلبهم تقاعد مالتهم ما يستلموها زين. أكو ناس عتراجع على تقاعدها، يقولوا تروح على بغداد.
زين هو من هنا مديروه على بغداد ما يراد له مصرف، ما يراد له معانات يعني كثيره يعني بالابعد الحدود. زين الرعايه القديمه المتراكمه لحد الان بلكي تعطونا اياها، هاي وحده. اثنين، اني بالنسبه لي اللي تشوفوني اني من مواليد 1957، 14 سنه خدمت الجيش الله وكيل، وتاثرت بام المعارك. زين طلعت حتى بالتاثير تاثرت وما انطوني حتى رواتبي، طلعت لا تقاعد لا شيء لحد الان. شنو ذنبي يعني؟ ما بس اني احكي على على على, على, على وضعي، وانما احكي عام على الكل. يعني مواليد 57 حيل حيل تدمروا بالخمسينات، حيل تدمروا. زين حركه عمل منقطعه بشكل، يعني تشوف الناس بطاله يعني تريد لها توظيف، تريد لها شويه، اريد العجله تدور شويه. زين وبالذات محافظه الموصل المنسيات، اذا يجي زائر على الموصل خلي يشوف الاوضاع اللي موجوده بالموصل، خلي يشوف الاوضاع الموجوده بالموصل، يعني يرثى لها فرد مره. والخير قنوات تفتح بالموصل وتشوف الوضعيه شلون، مو بس هاي القناه، اي قنوات خلي تجي تشوف تفتار وتلقى المعاناة اللي موجوده بها. انا المواطن احمد هاني احمد من جانب الايمن من منطقه الزنجيلي، تحررنا على يد الشرطة الاتحادية، والدي كان معايا، انصاب بأثناء التحرير من قناص الدواعش، فالاتحادية الشرطة شالوه بالهمر، وما وراها رحت راجعت قالوا له روح على حمام علي، راجعت وقيارة ومخمور وبغداد وما عاد ألقي لا جثته ولا هو. زين يعني شنو هو؟ ما ينطونا راس خيط وما خليت بوكان، أروح أطلع شهر توفى يقول لي روح جيب جثة، أنا يعني منين أجيب جثة؟ يعني طبيت على القاضي أكثر من مرة يقول لي روح احفر قبر طلع جثة، أنا أبويا ما عنده جثة بس هم شالوه، وين ودوه ما نعرف. يعني أبويا خدم العراق 29 سنة وسجين سياسي، تاليها يروح على داعش ينشتل وحقوق ما عنده، يعني عنده أطفال هسه أنا شايلهم برقبتي، وأروح أراجع لا راتب يطلعون لا معاملة، يقول لي روح جيب جثة، جثة أنا منين أجيب؟ ماكو يعني ما خليت مكان ما رحت ما سألت، ورحت على نفس الشرطة اللي شالوه الاتحادية من الزنجيلي بشارع التسفيرات. يابا والدي انصاب وأنتم شلتوه، قالوا روح دور عليه بمستشفى القطري ومستشفى الامريكي وبلا حدود، وما خليت ما رحت حتى على قياره ما لقيت له جثه. ايش اناشد؟ اناشد القوات الامنيه اللي هم حيدر العبادي طبعا، مو بس ابويا كثير، يعني حسب ما انا شفت بنفس الهمر اللي شاله والدي سبعه وياه شالوهم، واحنا كنا ندور عليهم ماكو، هسه ماتوا وانطونا جثثهم يا اخي، لا جثتهم ولا هم ولا يقبلون يطلعون لهم راتب. ضحايا حرب، زين ضحايا حرب انا شنو ذنبي؟ والدي يعني راح يشرب شربة مي، اتحررنا قبل ما نصل الجيش انضرب قناص، الشرطة الاتحادية ما قبلوا انا، يا بوقت ما انا ابي اتكفل بيه انا ودي، قالوا لا احتمال يطلع داعش، احنا ناخذه واحنا ننجاز بيه. زين اخذوه لا انطونا جثته ولا نعرف هو وين، ما خليت مكان بالمستشفيات ما راح سالت عليه. اي وهو مريض يعرف اخويا هنا. مريض ايه. زين وشهود عيان كانوا واقفين كثير، وسبعه وياه شالوهم وما نعرف مصيرهم وين. فانا طالب واناشد الحكومه بس يشوفونا وين هم، مو بس والدي، كل يعني العالم اللي انصابوا بالزنجيلي، هي مجزرة صارت الزنجيلي صار بيها مجازر، 520 جثه يم معمل البيبسي بشارع التسفيرات، يعني عينكم ما تشوف. هسه اذا ماتوا الله يرحمهم بس طلعوا جثثهم او طلعون لنا راتب عليهم. طيبين خيطون راس خيط عليهم، راتب عندهم المتقاعدين انقطع لان ما يراجع هو، اقول لهم يا ابوي ايش سالفه؟ لي لا روح جيب لي جثه، منين اجيب جثه؟ عندي اخوته صغار من وطالب الحكومه يعني بس شوف لنا حل بهاي السالفه وشكرا. احمد هاني احمد خضر حسين. أنا أشد الحكومة، أبوي انخطف بقوق جلي صار له قبل 4 أشهر 5 أشهر، ما نعرف من وقتفه، احنا بقوق جلي ساكنين أول ما كنا قبل بالأيمن، وطلع أبوي مع الحكومة شلون شغله يعني مع الحكومة، وقام بتحرير بنات يزيديات يعني كثير يعني قدم للحكومة، ومن بيت جاء جندي خذاه، ما نعرف من وين خذاه وما نعرف شنو السيارة، جاء عليه قالوا يابا وين توديني؟ أبوي قالوا أنا مع الحكومة شوفوا باجي من الحكومة، وجاء اخطفوا من البيت وطلعوا، هذا صار 4 أشهر اليوم، جاء يعني من البيت قاد وطلعوا على الشارع وراح ويا الروحة. قلبنا السجون، قلبنا يعني كثير نشدنا حكومة ما حد فعل يقول موجود بنوبة، ما نعرف مصير وين، نطالب الحكومة همين يعني إن شاء الله بلش يساعدونا شين يعثرون عليه، ما نعرف وين هسه احنا، ما ندري اسمي ضياء غانم هيدي ردن. أبوك؟ أبوي غانم هيدي ردن، انخطف ما نعرف من اختفوا، هم كان يشتغل مع قوات الأمنية
قاموا بتحرير بنات يزيديات أربعة بداية يعني تحرير الموصل. مكان الخطف من جوج جلين خطف قبل أربعة أشهر خطف من جوج جلين ما نعرف من اختفوا، فات علي جندي خذاهم من البيت وطلعوا ما نعرف من اختفوا، وهم قاموا بتحرير يعني بنات الزيديات ومع القوات الأمنية يعني ما خايف من أحد هو. قام جاء جندي اختفوا من البيت وراح ما نعرف من اختفوا. هسه أنا شدنا الحكومة على ربعة ما حد يقول ما حد فاعل عنه. أنا بداية نشكر كل إعلام حر شريف ينقل معاناة المواطن أينما كان، وبدليل أن قناتكم الموقرة جت من بغداد إلى الموصل تنقل معاناة هالمواطن هذا، والمعاناة كثيرة. يعني أنا يوم أحكي أحكي عن ضيم الكل، الشغلة عامة يعني ما شغلة هذه. وأوجه شكري وتقديري لكل أم عراقية ضحت بابنها من أجل تحرير الموصل بالجنوب بالشمال بالوسط. احنا الدل هذا على شيء، دل على وحدة العراقيين ودمهم واحد، وماكو لا عنصرية ولا بصير يقولون تفرقة. احنا نشكر كلها ونتمنى من الحكومة القادمة ان تكون حكومة منصفة، ما حكومة احزاب ولا حكومة الريس، حكومة شعب عراقي. المسؤول العراقي يجي يشيل هم العراقيين ككل، لا يقول لي اليوم نائب عن محافظة نينوى. انا اريد ابو ذي قار يدافع عن الموصل، واريد ابن الموصل يدافع عن البصرة. هذا يا ابن نينوى. شكرا. أخي، السبب الرئيسي لكل هذه الأسباب هو حل بصيغة قصيرة جدا، لا يحتاج إلى أن نلوم هذا المسؤول أو ذاك المسؤول. الحل يكون توزيع راتب شهري على كل مواطن عراقي. الآن الرعاية الاجتماعية هي رعاية الأغنياء وليس رعاية الفقراء. لو وزع أموال الرعاية بصورة صحيحة لا أصبح الفراغ الكبير جدا في التعيين. إذا كان الخريج أو المواطن الاعتيادي يأخذ 250 ألف في الشهر، التعيين لا يحتاج بعد، راح يلقي له شغله ب 250 اخرى، سيعيش احسن معيشه. اما الان اربع خرج بارحه مسؤول الرعايه الاجتماعيه بالتلفزيون العراقي يقول انا اوزع الرعايه على 4 ملايين مواطن عراقي. اتحدى واحد يجيب لي رجل غني ياخذ رعايه، وانا اقول له اللي ياخذ رعايه الان لا يملك سياره اقل من 50 مليون. 4 ملايين هم اغنياء، 99% هم أغنياء العراق الذين أخذوا الرعاية بمليونين دينار برشوة. وخلي يجي مدير الرعاية الآن أوديه في جوجلي إلى أكثر من 2000 واحد جوجلي يأخذون رعاية، 1950 يملكون مليارات، والفقراء لا يملكون دينار واحد من الرعاية. لو الحكومة لم تكن غبية لوزعت 250 ألف على كل مواطن شاب، لا نحتاج بعد لا تعين. الآن أكو تعين بدفتر 10 ملايين دينار، اللي تريد تتعين هسه تتعين على ملاك وزارة أي وزارة تريد، وراتبك يكون خلال 15 يوم. وأما التعيين الإنسان فقير ماكو. هذا الكلام اللي أريد أقوله، 250 يحل كل مشاكل العراق، 250 ألف على كل مواطن يحل المشاكل كلها، غير هذا كلاوات. وسلموني على الحكومة. اشتري حمامي اليوم ماكو، عشرة ماكو. التجار يشتغلون العامل سيما 100 ألف ينتو 50 ألف، وقسم ما عندهم 15 راتب، ما عنده راتب واحد. قسم يعني يسموه استغلاليه، ناس عندهم 15 راتب والله يوميا ما يطلع 10000، ما يطلع يوميا. لا والله ما يطلع، لا والله، لا والله منطقتك امام استبر. شلون تشوف حال هؤلاء حواليك؟ والله حواليك كلهم تعبانين. اي والله ما عاد ماكو، لكن واحد يقول عنده 70 ورقه، المهندس 70 ورقه من يجيب 70 ورقه؟ حيش يروح يتدين؟ يروح يجمع من بيت. هذاك زنجيل، احنا امثالنا ما يصير، بس امثال الزنجيل يصير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوي الظروف تعبانه، الامور تعبانه، كلها تعبانين وميتين من الجوع. لا شغله، لا راتب، لا تعيين. فشلون نعيش؟ راتب ما عندك، تعيين ما عندك، المعيشة صعبة. هذا اللي عنده خزن أطفال قاعد إيجار، لا راتب لا شيء، عايش على 5000 دينار من نصب ليسا. هاي أولها وهاي تاليها. السلام عليكم. كل مواطن من أهل الموصل بالنسبة للرعاية، الأكثر من المواطنين بأهل الموصل ما استلموا يعني أي راتب، أي انخرب بيوتهم، وقع بيوتهم على راسهم، يعني لا اكو راتب، لا اكو مصدر عيشه، وعماله كل الناس هذا عماله.
وبالنسبه للبلديه، بلديه الموصل يعني ماكو، يعني اذا تجي تشوف بالشوارع ما كل الوساخه بالشوارع، امراض كله بالشوارع، يعني كله مزابل بالشوارع.